معانا في اتصال تليفوني اخر دكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب. اهلا بك يا دكتور، عن مدينة نصر. اهلا بك يا دكتور. دكتور سمير اهلا بك. انا مش سامع حاجة، الصوت رديء جدا. طيب اعلي صوتي شوية. دكتور سمير اهلا بك يا دكتور. دكتور، وحضرتك الخبير في الشأن الفلسطيني وفي الفصائل الفلسطينية المتناحرة، هسأل حضرتك نفس السؤال، هل هناك سبيل او هل حضرتك شايف انه في فرص لنجاح المصالحة الفلسطينية اللي بتستأنف ايضا تحت رعاية القاهرة من جديد؟ يعني المشكلة انه مصر، ومع كل التقدير لجهاز المخابرات المصرية، لكن مصر جربت هذا الحل عشرات المرات، لم نصل إلى نتيجة. حصل اتفاق في القاهرة، ثم اتفاق في الدوحة بين الرئيس الفلسطيني أبو مازن وبين رئيس المكتب السياسي خالد مشعل، ولم نصل إلى أي نتيجة، نظرا لأن الموقف، موقف حركة حماس، ليس موقفا وطنيا. تتحكم فيه عناصر كثيرة، تتحكم فيه الموقف الإسرائيلي الذي يحافظ على وجود حماس في غزة حتى يستمر فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، يعني يؤثر فيه بشدة موقف الإخوان المسلمين، باعتبار أن حركة حماس هي واحدة من أهم فروع هذه الحركة. أيضا يتأثر هذا الموقف بالموقف القطري، هناك سفير قطري مقيم في قطاع غزة هو محمد معادي، الذي ينقل الرسائل يوميا من الجانب الإسرائيلي للجانب الحمساوي في قطاع غزة. يتأثر أيضا الموقف الحمساوي بالموقف التركي، وهنا يجب أن أقول بوضوح أن حماس لا تنتظر الرئيس السيسي وإنما تنتظر أردوغان. وللتذكير فإن هناك صفقة يعني على وشك الانتهاء الآن ما بين تركيا وبين إسرائيل لتطبيع العلاقات بينهما، بقي جلستين فقط لإنهاء هذه الصفقة. بموجب هذه الصفقة تتطلع حماس لأن تنشئ تركيا ميناء عائم على شواطئ قطاع غزة يصلها بقبرص التركية، وبالتالي هي تراهن على الدور التركي حتى تستكمل ما يسمى بولاية قطاع غزة. أنا أعتقد أنه جهود المخابرات المصرية مع كل التقدير لها لن تسفر عن شيء، المطلوب هو تنفيذ الاتفاقات السابقة. أذكر هنا بأن نتيجة الاتفاقات السابقة تم تشكيل حكومة وحدة وطنية، حماس استقبلت وزير الصحة الفلسطيني بالأحذية في قطاع غزة، وفد آخر فلسطيني من الوزراء تم احتجازه في أحد الفنادق ولم يلتقي بأحد، وما تزال حماس تسيطر، تحكم سيطرتها على قطاع غزة أمنيا وسياسيا واقتصاديا. القرار الحمساوي ليس قرارا وطنيا فلسطينيا، وبالتالي فإن كل هذه الجهود التي شاهدناها مرة بعد أخرى لن تسر عن شيء، وفي تقديري يجب تغيير القرص. المزيد من تغيير هذه اللقاءات يجب لن تغيير يسر عن شيء. معلش، يجب تغيير إيه؟ عفوا عشان أتأكد إن سمعت صح. أنا مش سامع حضرتك. بس يجب تغيير إيه دكتور صفا؟ يجب تغيير القرص، تغيير الاستراتيجية. إذا كررنا نفس الاستراتيجية عشرات المرات ولم تسر عن نتيجة، علينا أن نغير الأسلوب، نغير الاستراتيجية. نبحث عن أسلوب جديد. ما معنى أن نستعيد مرة أخرى نفس الأسلوب ونفس الفصائل ونفس الكلام ثم يذهب الجميع ولا تنفذ الاتفاقات؟ طب ما يمكن دكتور سمير ربما انه الاستراتيجية مختلفة بالفعل، ولا عند حضرتك معلومة غير كده؟ اذا يمكن وربما لم انتظر، انا بقول لك لن يحدث شيء جديد. استضافة الفصائل مرة اخرى وتكرار نفس الكلام مرة اخرى، ما الجديد الذي يقول ان هناك استراتيجية متغيرة؟ ربما هناك جديد. ربما هناك جديد، والا ما كانش الرئيس عبد الفتاح السيسي. ربما يا عزيزتي الحبيبة، لا يوجد في السياسة ربما، يوجد متغيرات. أنا بقول لك القرار الفلسطيني، القرار الحمساوي متأثر بخمس عناصر أسوأ مما كانت عليه، وبالتالي هذا حرس في المياه لا يمكن أن ينتج مصالحة ولا ينتج شيء جيد على الإطلاق. أشكرك جدا دكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب والخبير في الشأن الفلسطيني، بشكرك جدا. هنختتم المقدمة النهاردة بخبر